ما رأيته من صور في بعض الشواطئ وغير ذلك، ثم ما رأيته عندما أنزل إلى الحي الذي ذكرته من تفشي العري والمظاهر يعني الإفساد والفساد. يعني صراحة لم أتمالك نفسي، لأن المسجد قريب مني، عفوا الحي قريب من المسجد، يعني ليس بيننا أقل من 800 متر أو 1000 متر. فرأيت من واجب البيان ومن واجب البلاغ أن أقول كلمتي في هذا الدرس. حديثي هذه الجمعة أزعج الكثيرين وأزعج البعض، فأفاجأ اليوم أنني أطالب في شؤون الدنيا على الساعة الثانية من طرف رئيس المصلحة، لأن المدير خرج في عطلة منذ يومين أو هذا الأسبوع غير ذلك. ففاجأني قال: يا أستاذ، أنت تعلم ما وقع؟ ما وقع؟ خذ درس جمعة أتحدث عن واقع الإشكال، قال له تداعيات وكذا وكذا، ولكن تخوفكم هذا أمر غريب. استغربت، عجيب، قلت: ماذا ارتكبت؟ أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وفق القوانين الجزائرية، لأن الذي نص على محاربة الدعارة قانون العقوبة الجزائري، الذي تحدث عن المبيت بمرأة أجنبية إلا بدفتر عائلي، تمشي للنوتير بدفتر عائلي، تمشي سكن تأجره إما بالوثيقة تاع النوتير ولا بدفتر عائلي، والله يقوم بمتهمات كارثة. اللي بغى يكري الساعة واللي بالساعتين واللي بالنهار واللي بغير ذلك من غير دفتر عائلي. فغيرتي على هذه الولاية، وغيرتي على هذه البلدة، وغيرتي على وطني انطلاقا من ديني الإسلامي، ثم من القوانين التي رصدتها هذه الدولة، الذي أزعج البعض ربما رضا أن يكيب الموجة وقال أنني أتحدث عن الحي عقيد لطفي باسمه. فأنا قلت في الدرس هذا نموذج، وقلت: هؤلاء الدخلاء، أنا لم أتحدث عن الأصلاء من حي العقيد وما يقع فيه، لست أنا، سكان الحي يصورون كثير من المناظر المسيئة، تضرروا من هذه المناظر المشينة. أقسم لكم بالله ثلاث، إن الأب يستحي أن يمشي مع ابنه، لا أكذب عليكم، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما يدفعني لهذا الكذب؟ ولكن هناك بعض الخفافيش لا يعجبهم هذا الأمر. أنا لا أدري والله كيف تفكر بعض مسؤولي شؤون الدنيا، والله العظيم. يعني هل أخذتكم الغيرة على العهر؟ أخذتكم الغيرة على الدعارة؟ على أي شيء أخذتكم الغيرة؟ أم أن الموضوع أزعجكم؟ أم أزعج بعض التجار الذين يمتصون دماء المواطنين؟ أعتذر للسكان حي العقيد الأصلاء، ولكن الدخلاء الذين يأتون في شهر أو شهرين يحاولون أن يبثوا سمومهم ويبثون فسادهم ويفسدون، هؤلاء الذين تحدثت عنهم، أولئك الفتيات التي يأتينا من هنا وهنا، هذا لا يعني أنني أقول أن سكان وهران ملائكة وسكان الحي الأحياء الأخرى ملائكة، أنا لا أقصد هذا. التعميم آفة، وما من مكان إلا وفيه فساد على وجه الأرض، ما من مكان إلا وفيه فساد. بالله عليكم، أتريدوننا أن ندخل رؤوسنا في التراب خوفا على مناصبنا، خوفا على مكاسبنا؟ ألا تتقون الله يا أيها الإخوة؟ أن هناك بعض الأئمة قال: ما كان لك أن تقول هذا الكلام. عجيب، ماذا أقول؟ بماذا أتحدث؟ أحدثكم عن الوضوء؟ أحدثكم عن الغسل؟ يعني شيء غريب والله العظيم، هذا نقوله كل أسبوع في الدروس اليومية، ولكن أنا أريد أن أعالج هموم أمتي، مشاكل الشباب اليوم، ضايع الشباب، الشباب أغرق في المخدرات، أغرق في المخدرات، أغرق في الحبوب المهلوسة، هذه الآفات التي نراها بأم عينينا، نحن مطالبون بمعالجتها. عقابا بأنني أتريث وأتوقف، فأقول أولا لوزير الشؤون الدينية: أول جزاك الله خيرا، ثم أقول لمدير شؤون الدينية الأستاذ قداري: جزاك الله خيرا إذا كان هذا الأمر فوق طاقتك، أما إذا كان منك أنت أو من غيرك والله لن أجعلكم في حل يوم القيامة، كل من ساهم في منعي في إبلاغ الكلمة. أنا لا أتقاضى، أنا أدرس بالمجان، حلقاتي بالمجان، تنقلاتي كلها من جيبي وبسيارتي في سبيل الله. الآن أتلقى هذا الإشعار، فأتمنى أن يراجعوا أنفسهم
وأنا قد أبرأت ذمتي حتى وإن أقرروا وأصروا على منعي، فأقول الحمد لله رب العالمين أنني أبلغت رسالتي وأديت أمانتي، ولا يخلو حي من الأحياء من الفساد على وجه الكرة الأرضية، على وجه الكرة الأرضية بما فيها مكة وفيها المدينة، لا تخلو بقعة من فساد.